بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحبكم في الله. ومسلسل كيني لما قعبحي فصبر جميل سوى عن او ونغسن او قناع علي او وصبر وحو إلهي كو قري او كو قدري حلقة دينان وحلقة دي سيديدات إني تضبان نقطي أهي، لكن حلقة نتيكه الرسان لبقي بضو قيبني او الدعاء وحييني وحان عنوان والسابع الذكر لذي البقاء لسيما في الصبح والمساء، فذكره يطمئن القلوب وذاك أمر لم يزل مطلوبا، وذكره حصن حصين يمنع من عين حساد بغيض يطمع، كذا من السحار والشيطان، فذكره وقاية الإنسان وأفضل الذكر كلام ربنا، فيه شفاء كل ما حل بنا، يشفي قلوبنا من الأجسام، وذاك قول ربنا العلام. أيها الأحبة في الله، بيدتك شعر كأبو معنه كصو أروري درسيني ودرسيني سديدات وحوك سابسي هاي حسك الله قرهان نسك هرئي نسك الدنب ذكرك الله سبحانه وتعالى وحودك يا قلوبته، ذكرك الله سبحانه وتعالى وحوزي يا إيمانك، ذكر الله جل جلاله يا حسك الله وحيك إلى الهيان إيش شيطانك يا سحرك أيك إلى الهيان. إلهي وامتك سبحانه، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واركوا إيمانك لقه ليو حس إن بدن الله وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانه جل وعلا انتهر وحويا ذكرا كثيرا، إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية ذكر وإن قلبك أوقوي سيدو الليل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. صفاتك دتك ونواناكسن أي مؤمنين تا وحاكمدة، والذين إذا ذكر الله مركي ألا لحسوسيه وقرآن كاللغض الأقريه قلوب توضى أيا قلقلة، هاق ذكره قلبك أيودتيا سيدو الليل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله كو إيمانك لغا هلي، الذين آمنوا كو إيمانك لغا هلي قلوب توضى وحي كدك تأودتية ذكرك الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب سيدو الليل سبحانه وتعالى لغيست أو لغها فرى قلبك نفرى قلبك وحو كدك وذكرك الله سبحانه وتعالى. ولذلك با ذكرك الله ميل والبلتشي شيء والبؤو عبادة أحد بالله يلي إلا حسك الله ماهن مركاد مسخوشة قليسو مركاد مسخوشة كسو بحيسو مركاد درك حرانيسو مركاد الباب كسي بحيسو مركاد دابت فوليسو شيء عصب مركاد حراتو مقالة يسوق مركاد قشو ودن كلا مركاد قليسو حتى وحكى لمركي لغسو مركض عنتضى عنيسو حتى حرير قوليد ونن إي حاسكي كالحية كل انت صورا مرنا ذكرك إلهي هدي آل لازمتو إلهي با قلبك قدتشين أي شياطين تنكا إلى لنا سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام وحيين ما إذنك غشاكي أعماشين مدك أو خير كبضا مدك أو طهيرا ألا أكتي سنة أو قدر جبضا كان في عن صدقة إيا الذهب إيا الذهب إيا الدولار لبحيو إيا وليب إن العدوين اللقلانتان وذقورتك وذا شرتان
markaasay dhaheen noo sheeg dhikrullah. Nabigu wuxuu yidhi waa xuska Allah, waxaasoo dhan waxa ka fadliga badan. Sidoo kale nabigeenna sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi camal bini aadama uu sameeyo oo uu qofi cadaab kaga badbaado wax kaga wanaagsan lama arko xuskiisa subxaanahu jalla wacalaa. Nabigu maalin buu saxaabada ku yidhi waxaa darajo sare gaadhay, waxaa darajo sare gaadhay, waxaa darajo sare gaadhay niman mufaruduun la yidhaahdo, waa kuwa mabay dhaheen adh-dhaakiruuna allaha kathiiraa, waa kuwa ilaahay in badan xusa. xaaladan aanu ku jirno iyo zamankan aanu ku jirno fii zamani koroona ee cid walba gurigeedii ay ku aruurtay, jaamacadihii la xidhay, madaaristii la xidhay, meelihii shaqada la xidhay, diyaaraddii iyo hawada la xidhay, baddii iyo maraakiibtii la xidhay, ha soo bixina la yidhi, xaaladan iyada way ka sii xag jirtaa. inaanu xisni iyo xasiin aanu ka dhiganno oo aan derbi ka dhiganno oon ilaahay barina in fara badan, adkaartiisana aanu badinno. ayuha alaxibatu fillaah, uxibukum fillaah. inta aanu kaga kulmayno xalaqada tan xigto oo xalaqada sagaalaada, astawdicukum allah, wassalaamu calaykum waraxmatullah.